مثلا افرض مثلا جات لك فرصة ترجع طفل بشرط يوم واحد. يوم واحد بس؟ سيبني والنبي يا عم حزنبل، سيبني يومين تلاتة. يوم واحد يعني يوم واحد؟ يعني مفيش علي حرج؟ لا يا عم ما عليكش حرج. متأكدين؟ متأكدين. يعني أعمل إيه؟ إح براحتي وفي أي وقت وفي أي مكان؟ أعمل اللي أنت عايزه، بس لما بكرة تكبر هنبقى عارفين أنت عملت إيه وهنتريق عليك تريقة. أنا هرزع بالقلم كل الناس النوتي وحشين الأصلال الموجودين في حياتي، وطبعاً محدش هيقدر يعمل لي حاجة، ما أنا عيل بقى. يا حد يقولي ليه حبيبي عملت كده؟ الحب في وسه مغلقه، عيل بقى وغلط. ده في ناس هتشوف مننا أيام سعودة يا جماعة. أنا لو رجعت عيل ليوم واحد هتدلع بقى براحتي والنغى النغى النغى النغى. واحدة تيجي بقى تقولي يا اختي جميلة دي، اقوم قايل في سري ايه العبيطة دي عليكي. لا انا مش هينفع ارجع غير تاني، لا يوم ولا نص يوم ولا حتى لو قمت من النوم. انا عارف حظي اجرجع عشان اتدلع، يطلع يوم السبوع بتاعي وايد هون تدب جنب نفوخي، واحدة تقعد تتنطط من فوقي، وامي وابويا بقى مش هيسكتوا، هيقعدوا يغزوا في بعض. اسمع كلام ابوك، اسمع كلام امك، هي خناقه ملهاش لازمه، لاني اصلا عيل جزمة ما بسمعش كلام حد، وتيجي الداله تروح شايلاني ومهشكاني، وبلا تشيلني، وبلا تحطني، انا مش عايزه ابقى عيل. وفي الاخر لما ابقى عيل اعيا ويجي لي حصبه وما اعرفش ارجع تاني كبير. لا لا مش عايزه ابقى عيل انا. لا يا عم حسن غديني اي حاجة. اهدى حبيبي اهدى يا بابا. يهدي قبيلة هنعمل لك السبوع بتاعك من غير هون ومن غير اي حاجة خالص. مش هنعمل اي حاجة. يلا حلقتنا برجالتنا يوم واحد نرجع اطفال، يوم هيشقلب كل حياتنا علشان نفسنا نبقى عيال. حلقتنا برجالتنا يوم واحد نرجع اطفال، يوم هيشقلب كل حياتنا علشان نفسنا نبقى عيال. يا ربي يا ربنا ترجع عيل زينا، يا ربي يا ربنا ترجع عيل زينا، وتبقى عيال مننا وتعمل إقح وسطنا. آه 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 آه